هذا فيما يبدأ اليوم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط زيارة إلى السودان في إطار حرص الجامعة بمتابعة تطورات الأوضاع هناك. يأتي هذا في وقت حذر فيه نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدتي من الأطراف التي تحاول إشعال الفتنة في البلاد. رغبة في استقرار الأوضاع بالبلاد، جدد المجلس العسكري الانتقالي بالسودان ترحيبه واستعداده بالعودة لطاولة الحوار والتفاوض من أجل الاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية بعد أكثر من شهرين على سقوط النظام السابق. وفي خطاب جماهيري بالعاصمة الخرطوم، حضر نائب رئيس المجلس العسكري السوداني من الأطراف التي تحاول إشعال الفتنة في البلاد، مؤكدا أنهم في المجلس لا يرغبون في السلطة ولا يتمسكون بها. السودان ده الآن الحمد لله آمن ومستقر، دارين نمشي في نفس النمط ده. أنا هنا كمجلس عسكري ما ماسكين في سلطة ولا مشبسين في سلطة، لو دارين سلطة نمشي معاهم في الأربع سنة اللي قالوها، لو دارين سلطة نمشي في الثلاثة سنة اللي قالوها. إخواننا العقل ده ما بيقبل حاجات وبيربط حاجات، ولا ما كده؟ أربع سنة دار أنت منتخب عشان تحكم أربع سنة؟ أربع سنة معناته دي حكومة منتخبة يا اخواننا. يأتي هذا فيما أعلنت لجنة التحقيق العسكرية التي شكلها المجلس الانتقالي نتيجة التحقيقات في فض اعتصام القيادة، معلنة تورط عدد من الضباط في الأحداث دون تعليمات من القيادة. تعتذر اللجنة للشعب السوداني عن هذا التأخير وتلتزم برفع إجراءاتها بأعجل ما تيسر، مع تحديد المسؤوليات المباشرة عن هذه الأحداث في كل المستويات القيادية، كما تلتزم بتقديم كل من يثبت مسؤوليته واشتراكه في تلك الجرائم لمحاكمة عادلة وعلنية ومفتوحة. وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان النائب العام السوداني كواليس ليلة فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش في 3 يونيو الجاري، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إخلاء منطقة كولومبيا دون استخدام الرصاص واستخدام العصا أو الغاز المسيل للدموع فقط في حال مقاومة قوات الأمن. وفي وقت سابق قالت مصادر محلية إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان سيعلن عن حكومة تصويف الأعمال سواء تم الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير أو لا بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، فيما تتواصل جهود الوساطة العربية والإقليمية والدولية لرأب هوة الخلاف التي اتسعت خلال الأيام الماضية بين المجلس الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير من أجل انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة